من النقاش حول ظاهرة نفوق الأسماك وأسباب وتداعيات هذه الظاهرة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشط المدني عباس السلطاني. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ يونس العزيز، تحياتي لك وتحياتي إلى كادر قناة الرافدين جميعا إن شاء الله. حياكم الله. لعلك تتابع كيف أصبحت ظاهرة نفوق الأسماك، أو كيف أصبح نفوق الأسماك ظاهرة للأسف كظواهر كثيرة في العراق، منها حرق القمح في موسم حصاده وغيرها من مما تعرفونه جيدا. بماذا تفسرون هذه الظواهر وتزامنها مع مواسم مهمة؟ أستاذ العزيز بالبداية أحييكم مرة أخرى، وعنوانكم يعني عنوان جميل، أنه مقبرة الأنهار أصبحت مقبرة للأسماك، يعني النجف مقبرة للبشر والأنهار أصبحت مقبرة للأسماك مع الأسف. المهم موضوعنا السيد العزيز، يتعرض العراق إلى أكبر هجمة اقتصادية شرسة من خلال محاربته في اقتصاده المتمثل في الثروة السمكية والحيوانية والزراعية وقطع مياه الانهر. هذه الظواهر استاذ العزيز ما كنا نعرفها قبل 2003، لان كان عندنا حكومه قويه وحكومه وطنيه، ولا يجرؤ اي احد من اي دول الجوار ان يمس بمقدرات العراق. اما بعد 2003 جتنا حكومات واحزاب مواليه لدول الجوار ما يهمها اقتصاد العراق ولا مقدرات العراق ولا امن العراق، لان ولائها لاسيادها. واكيد هنا تشير اصابع الاتهام تشير الى دوله جاره الى ايران اللي تتعرض الى عقوبات امريكيه، وهي الوحيده المستفيده من هذه الامور بسبب عقوباتها الموجوده عليها، هي المستفيده الوحيده، وبسبب ولاء الحكومات والاحزاب المتعاقبه بالعراق لها. ولحد الان استاذ العزيز مع الاسف يعني ما نشوف من الحكومات المتتابعه موقف واضح واتهام صريح للفاعل. يعني ساكتين، يعني من 2003 لحد الان ماكو موقف واضح وصريح، والكل تعرف كل دول العالم، يعني مو بس الشعب العراقي، انما كل دول العالم يعرفون من الفاعل ويشوفون الفاعل ومن يدمر العراق واقتصاد العراق. ولكن الحكومات والاحزاب لانه هي لها طرف وطرف اكيد بالموضوع فساكته. نعم. اما بخصوص قطاع الثروه السمكيه، اكيد موضوع قطاع الثروه السمكيه هو مهم لاقتصاد البلد. يعني نفوق اطنان من الاسماك، اطنان يعني مو طن وطنين، لا اطنان كثيره، يعتبر فقدان لاحدى الركائز الاقتصاديه في العراق. يعني لانه الثروه السمكيه حاله حال اي ثروه مهمه بالعراق. نعم. والمواطن العراقي طبعا معروف بحب الاسماك ومعروف ايش قد يحب الاسماك. نعم. وهذه لذلك هذه كان لابد من معالجه اسباب هذه الازمه وهذه الظاهره استاذ عباس، وخاصه ان وزاره الزراعه اعترفت بان البلاد تعاني من تلوث عالي في الانهار، وهذا التلوث لا شك ان هناك مجموعه من الاسباب تقف خلفه، لكن ما دور الحكومه والجهات المختصه في تقليل التلوث الحاصل وبالتالي السيطرة على هذه الظاهرة؟ يعني أستاذ العزيز أنا اليوم من أقول لك أكو تلوث بالأنهار، أنا اليوم من أقول لك أكو تلوث بالأنهار، إي طيب أنا من أعرف أنه أكو تلوث بالأنهار غير أعرف أسباب التلوث، منين أجى التلوث حتى أقدر أعالج التلوث، أما مو أصرح مجرد تصريح مثل ما نقول مورفين للشعب العراقي، يضرب مورفين والله أكو تلوث بالأنهار، أعرف أني أكو تلوث بالأنهار، والتلوث مع الأسف مو بس بالأنهار، التلوث بكل أجواء الشعب العراق. يعني تقصد أن وزارة الزراعة مطلوب منها أيضا أن تعالج التلوث وليس فقط أن تقول أن هناك تلوث؟ يعني أكيد لازم تعالج، يعني أنا لازم أخلي حلول، أولا أعرف الأسباب، ثانيا أخلي الحلول، أنا مو بس مجرد تصريح وعابر وهذا وخلاص، لا لازم ألقي الأسباب والحلول، لأنه الثروات اللي عندنا ثروات مهمة. يعني ما أقول لك يعني من بعد النفط هي الثروات الاقتصادية الموجودة المتمثلة بال الزراعه وش اسمه الثروات الزراعيه. لا شك أن هذه الثروه السمكيه التي تتضاءل امام التلوث ونفوق الاسماك ستنعكس باثارها كما تفضلت سابقا في الاجابه عن السؤال السابق على قطاع الصيد وعلى المواطنين والمستهلكين بشكل عام. ما ابرز الاثار التي بداتم باستشعارها الان بخصوص هذا الموضوع؟
استاذ العزيز، احنا هنا معروفين عندنا بالعراق التجار بكل ماده بكل شغله، بس يصير عليها عقوبات او يصير عليها احتكار راح ترتفع سعر الماده، راح يرتفع. فاني دا اشوف من خلال اسعار الاسماك يعني بدا يزيد، يعني بدا يزيد اسعار الاسماك، والمواطن العراقي انت تعرف استاذ العزيز يعني المواطن العراقي تعبان، اموره الماديه تعبانه، الكثير من الشعب العراقي اموره الماديه تعبانه ويحب السمك بنفس الوقت بس ما يقدر يشتري السمك، يمكن اقول لك يعاين عليه وما يقدر يشتري. ليش؟ بسبب نفوق هذه الظاهره. نعم. هذا ظاهره نفوق الاسماك. فاكيد بدينا نلاحظ سوق الاسماك تغير. ثانيا الصياد نفسه، يعني انا اكو مناظر بتطلع بالتلفزيون من جنابكم قناتكم الكريمه، من يطلع الصياد ويبكي، اكو بعض الصيادين يبكون من هذه المصيبه اللي حلت عليهم. زين، هذا الصياد اكيد هو صاحب عائله، يعني هذا المنظر اللي قدامي اللي دا اشوفه مال الاسماك والله منظر مؤلم، منظر مبكي. ولو عندهم ذره من الغيره الحكومات والاحزاب الموجوده بالعراق، لو عندهم ذره من الغيره والله ما يسوون هذا، ولكن هم اكيد. اشكرك جزيلا لان هذا ما يهمهم. الناشط المدني عباس السلطاني، شكرا لك.